سوف تخرج وسوف ننتصر انتصارا عظيم. نعم سوف افرح، سوف تصلي على النبي. راح اذبح طلي على خروجك، ولا راح نخليك، ما راح اجيب يوم الابراهيم عشان ما تاكل معنا اليوم اللي بعد. اليوم على طول كذا وصل. نعم ابو سويد، ابو سويد ما جيت انا جوعان ادور صحون، هذا واحد. ما هو خرجت انت طالع بين فرحكم فخروج واحد منافس للمراكز الاولى. لا لكن انت سيء. نعم انت خروج شخص وعطر سيء. انت مثل المسمار، انت مثل المسمار، انت انت مثل المسمار في الواقع. ايه ومثل ذي القزازه. انت 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 مثل الشاحن اللي في الجمر، الشاحن اللي في الجمر. نعم راح اضحك عليك، راح اودعك بكل كره. نستودع الله هباس فرج، راح اقول تدري انت ايش؟ اسمع هباس، هباس هباس، انت مثل الهيل اللي في الشاهي. وانت ان شاء الله من بكره سعود الجوزه بيحطك جنبه. الله عباس حم ايش على قولت عيب، انا اشحم خير من غيره. جنبني يا ولد. جنبني جنبني الحين يرفعنا اجدا. جنب كما فرق كل ما له علاقه، ما له علاقه، ما له علاقه، ما له علاقه. اسمعوا اسمعوا لا شوف الخطه ولا شغل صوتك، هيك صوتك لا صوت ولا يكود مفرق طريق العطف لاجيته يفرض علي التفاته والتنهات. ربع مرة خلاص خلاص عبد على شحم، ربع مرة تغنيها خلاص. اسمع يا هباس اشحم شفتها ابن 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 فرج. سنستودعك الله. اصبر اصبر اصبر. انا انا بفرقاك اطلع بكره. اصبر لازم المجال قبل تطلع غدا. اترك الفرحة والانتصار لي. سوف يخرج هباس وبجيك وبقول لك هباس قدام الكاميرا بقول كان اخو طيب، بقول واجي اشاورك عن على اني بقول لك كلمة سر بيني وبقول مبروك خروجك يا هباس. تدري وش بساطنا في خروجك يا هباس. انت شخص كنت معرق لسيري يا هباس. نعم انت شخص كنت اصلي وتهجد الله انك تطلع يا هباس. تدري تعوذ الله. ها اقول اقول ربي اذا كان ان كان لي أمنية أو تحقيق في هذا البرنامج أمنيتين، إني أوصل للنهاية من هباس يطلع. اسمع ما تدري يمكن ربي استجاب دعوتي. أزيدك وش عبيد عيفون؟ النهاية مالك مركز عيفون. إيه في وجودك أنت؟ نعم في وجودك أنت؟ أكيد مالي مركز. أنت هباس، ما أنت بسيط. أنت هباس بن فرج. نعم أنت هباس. أنت بعلمك قول حاجة، بقول لك حاجة. أول مرة، أول مرة أشوف لي متسابق، متسابق يحضر برايم ويمثل ويخرج جميع اللي نازلين على المسرح الدرجه الاولى. شف شف اللي خرجوا معه وهو خرج معهم، وشف اللي هو ما خرج معهم اللي مثل معهم اللي مثل معهم ضربوا 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 المراكز الاولى. عود ان هذا شخص بطل بس ما ينفعنا في البرنامج سبب نجاح ذا. هذا تعرف اللي تقول كذا تبي تناوشه. لا انا ابي مثل نوف الاكلبي ولا مشعل قنوره اقول كذا. هبطت عليك، هبطت عليك الحسود. ابي تسمع ابي هباس قلت كذا بس كذا. ظهر سواد القلب ظهر كلام بدون ما تدري. ظهر لا لا الصراحه كلام دعوه. ظهر عشان تطلع معها انت ثاني اقول لك. ظهر اللي في قلبك يا اقول لك اقول لك اقول لك خلني بقابلكم هنا. انت طلعت اليوم العلم والبنو اذا البرايم يخرج فيه ثلاثة ظاهر اللي في قلبه. اسمعني ابراهيم يخرج فيه ثلاثة مش على القنور، مش على القنور ونواف الاكلبي وهباس. والله قاطع ما يقول والله لو اطلع انت انجح. والله لو اطلع انت انجح اكيد لانك كنت معرق للبرنامج. اسكت انت اذبح قعود. اول شيء دقيقة، اول شيء يا عيفان وانك حاسدنا وانك ذل منا. ثاني شيء انك انت المتسابق الخفي. يوم ان الناس يبغون تغيب وتخرب ولا تحضر ويدخلونك يرجعونك اكمل مشوارك. ثالث شيء لا انت باللي تدفع مع تصويت خلق الله ولا لك جمهور يعود بك. يا يا فيحاء يا عيفان اذا صرت اذا صرت المتسابق الخفي اذا شوف اسحب مشوطها ورشها على خشمي. اسحب مشاهيب جاني جتني اشاره من شخص عزيز وقائي لكن قبل قبل لا سخيف. اسمعني راح اعلمك شعار مش ديش جلسني مش على القنور اتهمني اتهام. نعم وما له مخرج اللي هو ما له مخرج اللي هو يوم مش على القنور قاعد هناك هو عيني الكرت الاول الذهبي اول ما صفق لي مش على القنور. ليه انا مصفق لك؟ ايه انا تدري ليش صفقت؟ دقيقه انا ليش صفقت؟
انا تهيئ شوميله شوميله يوم الهدف راح الهدف شوميله هذا بيذب الريح لكن انصدم كلامك هذا اسمع اسمعني كلامك هذا من هنا ولا لا والله انه من قلبي صد الاول بس الثاني لا اسمع وقلت الادم اذا بيذب الريح لكن للاسف حس كسرني صار الخفيف اسبوع هذا لا تطلع انت اسبوع هذا مش ادري اليوم يوم نيويورك مسوي نفسه نبكي على رجال هباس ان شاء الله لا احد فيكم طالع ولا احد برايح بس هباس متوتر لان اول نزوله في البراي وما معه فلوس بعدين هذا ما يعرف ركب السكه انت اكمل مشوارك اقول تطلع الاسبوع ذا انا بالرجال ذا صادمني انت ايش تبي بفرق بيني وبينه افرق بيني وبينه الله افرق عليك عاد الله انتصر الله نصرني عليه تدري ليه الرجل قال اليوم انكم تفقسون طرب لخروجي يقول مالي لكن باذن الله راح اقول كذا شوف اليوم ال 90 راح اقول كذا حصلت جمهور وحصلت مال راح اقول كذا كفو والله لا اسوي باذن الله اني لا توج من اجمل جمهور ولا المركز الاول دلك صعب الكتاب عليا صار الورق من